عبد الله، كتاب الله داع وحاد مؤثر، ومن لم يؤثر فيه فلو تناطحت الجبال بين يديه ما تأثر. قال صاحب بلابل التغريد ما مضمونه: الجمل على أنه بهيم يتأثر بالحداء تأثرا يستخف معه الأحمال الثقيلة ويستقصر المسافات الطويلة، فتراه إذا طالت عليه المرامي واعتراه الكلال تحت ثقل الأحمال. ثم سمع صوت الحادي مد عنقه وأصغى ناصبا أذنيه وأسرع في السير حتى تتزعزع الأحمال عنه وربما تسقط. بل ذكر عن البعلبكي أنه أمر بتعطيش الإبل لعشر ثم أوردها الماء عطاشا، فلما فغرت بأفواهها فيه شرع في الحداء فتركت الماء ورفعت رؤوسها وهامت وسالت من محاجرها الدموع. هذا تأثير كلام مخلوق ضعيف في مخلوق ضعيف، فكيف يكون تأثير كلام الخالق العظيم الذي لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ من تدبر كتاب الله حقا وعرف فضله تلهف إليه تلهف الظمآن إلى الماء، والمريض إلى الشفاء، والغريق إلى الهواء، والسجين إلى الفضاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء من جميع الأدواء، لكن لا يحسن التداوي به إلا من وفقه الله جل وعلا. داؤنا فينا، ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل داء. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا والله.